ما كاينش لعاب تدوى على الانتقال ديالو اكثر من كيليان امبابي، نجم المنتخب الفرنسي اللي وصل معهم الفينال ديال المونديال وديال بي اس جي حاليا. فراه من هادي عامين كل سوق انتقالات كيكون فيه هو اللاعب الابرز واخا ما كينتقلش في الاخر. حاليا الوضع مختلف. علاش؟ حيت النادي الباريسي لاول مره وصل لمرحله انه هو باغي يبيعو، باغي يتنوا منه، لدرجه انهم استبعدوه من الفرقه اللي مشات للجابون في هاد الماتشات الوديين. فامام هاد الطرح ديال مبابي في سوق الانتقالات تقدموا جوج فراقي، الاولى هي الريال كالعاده، والفرقه الثانيه هي نادي الهلال السعودي اللي بعد فشل صفقه ميسي اللي كانوا بغين يخسروا فيه مليار ونص حولوا هذا الاستثمار وجهوه لمبابي. والعام واحد، فشنو ما اخر مستجدات قضيه مبابي وفين غيمشي؟ اخوان ما بقى لينا والو على 900000، بغينا اليوم نوصلوا لها بالرجوله ونحتفلوا ونحطوا بوست. سوني باقي ما دايرهاش، عارف انا بزاف ملي كيتفرجوا مازال ما دارينش ابوني، سوني كيتفرجوا في التلفازه ولا كذا، شوف لتحت دابا ديك صابوني حمراء، رجع قري ما تخسر والو فابور غتفرحنا. وصل 900000 ما بقى لينا والو على المليون اللي شحال هادي وحنا كنتسناو وخدامين عليها. درتيها مستور عليكم ونخليكم معها طاب طاب. اللي كنبقى ننصح بها اي واحد ساكن على برا وكيوحل باش يصيفط الفلوس لدارهم في المغرب، سواء العيد رمضان ولا اي مناسبه باغي تعاون فيها مالين الدار في المغرب، قولوا معايا مزيان انت في برا وباغي تعاون داركم في المغرب، فراه طاب طاب احسن حل وسيله تمكنك من انك تصيفط الفلوس من بلاصتك. وفي الحين الا كنتي ساكن في الدول اللي نخليكم هنايا، اغلبيه الدول اللي كتركزوا فيهم المهاجرين، في قل من دقيقه غتصيفط لداركم المبلغ اللي بغيتي اللي يقدروا ياخذوا في الحين من اي كاش بلس وفاكاش وتجاري، يعني من اي بلاصه. احسن حاجه في الابليكاسيون هي ما كايناش كوميسيون. مثلا انا وكاع الدراري اللي كنعرف راه استعملناها في هذه العيد هذا باش نصيفطوا لديورنا، زيد على انك الا استعملتي الكود ديالي فاروق كيزيدوك 50 درهم باش تصيفط على المبلغ اللي انت غتصيفطو. انت مصيفط 200 درهم غتولي مصيفط 250. كنصحكم بها وكندعيكم انكم تستعملوها باش تعاونوا ديوركم، لقاو لي ديالها في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو بنا نتعرفوا كيفاش بدا هذا المسلسل اصلا ديال مبابي مع البي اس جي. البدايه من البدايه كاع، نهار 31 اوت من 2017 كيليان مبابي غينضم الفريق باريس سان جيرمان بي اس جي قادما من نادي موناكو بعد الاداء الخارق اللي قدمه في الشامبيونز ليغ. هو عنده 18 عام. مبابي السنه الاولى ديالو مع الفريق البي اس جي غيدوز اعاره، ولكن موراه غيسين 4 سنين معاهم، اي العقد كان فيه 5 سنين، السنه الاولى اعاره و4 سنين من بعد اوفيسيال، وغيشريه النادي الباريسي ب 180 مليون اورو. علاش كان ضروري داك العام ديال الاعاره؟ حيت النادي الباريسي نفس داك العام كانوا شراو نيمار ب 220 مليون اورو، ما كانوش يقدروا يشريو لاعب 220 ولاعب 180 هي 400 مليون في سنه واحده، راه كيخالفوا القانون المالي النظيف. داكشي علاش العام الاول مبابي داروا اعاره وشراو نيمار، من بعد شراو مبابي في العام اللي موراه واخا كان كيلعب معاهم، فهمتوا؟ فالعقد كانت فيه 5 سنوات واحدة اعاره و4 سنين اوفيسيال اللي كان غيسالي في 2022. مبابي كيف ما عارفين كاملين في 2018 قدر يدي لا كوب دي موند، وفي 2022 اي الفتره ديال العقد ديالو كامله قدر يوصل المنتخب ديالو حتى للفينال عاوتاني. مبابي لحد الساعه لعب 6 المواسم مع البي اس جي، فين وصل للفينال ديال الشامبيونز ليغ وحده وربح الدوري 5 المرات وما قدرش يدي حتى شي بالون دور. ولكن وسط الانجازات اللي ماشي قلال كانوا نزاعات. علاش؟ فرا مبابي كان ديما منوط صداع اما مع نيمار ولا ميسي، حيت خرجوا بزاف الاشاعات كياكدوا بان الفايب ما دايزاش. اكثر من هادشي مبابي وصل انه يتصادع حتى مع الاداره ديال بي اس جي اللي كان ديما كيضغط عليه باش يكون هو المركز ديال النادي، يكون هو اهم لاعب في الفريق، رغم انه كاين ميسي نيمار راموس الى اخره كانوا بلوتو. زيد على انه كان كيطالب انه يكون عنده اكبر صالير. قبل ما ندخلوا في الديتاي ديال النزاعات نرجعوا شويه للور. الوقيت اللي كان فيها مبابي قبل ما يبدا هادشي كامل لعاب في الاكاديميه ديال موناكو، هادشي كامل باش نشرحوا الترانسفير ديالو. فرا مبابي كان فان كبير ديال كريستيانو، فين كان معلق تصاوره في بيته وهو جالس، راه خرج واحد التصويره مشهوره لدرجه انه وصل يمشي يسافر باش يتصور معاه. حتى مبابي فاش كان صغير مين كان كيماركين كان كيحتفل على طريقه رونالدو، دونك من العادي ملي تشار يبغي يتبع الخطى ديال الايكون ديالو اللي هو رونالدو ولا ديال الاكبر ايكون في بلاده اللي هو زيدان، يمشي للريال ولا لا نورمال. وهنا فين غيدخل الطرف الثاني ديال القصه اللي هو فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. هذا الاخر غيحاول يخطف مبابي من البي اس جي شحال من مره، لدرجه انه ولا بحال شي مسلسل في كل سوق انتقالات، فين بدا رسميا في شهر 8 من 2021 سنه قبل ما يسالي مبابي العقد. في اخر ايام الميركاتو ريال مدريد غتقدم عرض اوفيسيال بي اس جي مبلغ كيتقدر ب 160 مليون اورو اللي غيترفض في البلاصه. مورها بساعات قليله الريال غتزيد 20 مليون اورو اخرى في الصفقه، اي غتبغي تشري ب 180 مليون اورو، ولكن البي اس جي عاوتاني غترفض الصفقه. مبابي كان كيشوف ديك الساعه بلي الحلم ديالو في انه يلعب النادي الملكي غادي وكيحطموه وكيمنعوه من انه يمشي ليه. اداره ديال بي اس جي ما باغاش فلوس، ما باغاش تبيعو، ما باغاش تخلص فيه، وغيبدا يضغط من جهته على الاداره ديال بي اس جي عام كامل حتى العام اللي موراه كان غيسالي لي كونطرا. فكيف ما قلنا هادي شي شويه، الكونطرا ديالو كانت فيها 5 سنين من 2017 حتى 2022، فين مبابي كان غيولي لاعب حر ويمشي فابور الريال. هنا فين بزاف لي سبيكولاتور والناس كيفهموا في الدومين ديال مارشي ترانسفير قالوا ان هاد لي زوفر كاملين اللي كان كيعطي بيريز كان عارفهم غيترفضوا،
وكان كيدير عابش يبين لمبابي انه مهتم به. هادشي كامل كيبنى عليه باش العام اللي موراه 2022 يجي ليه فابور. وشوف انا بيريز كان باغيه وداكشي اللي كان غيطرى تقريبا. فراه في 2022 مبابي كان قريب شويه وينضم الريال، كان قريب بزاف لدرجه ان بزاف قالوا صافي سينا. وكيف اخر المطاف مبابي غيصدم العالم كامل وخاصه بيريز بانه جدد مع فريق البي اس جي وقدام الجمهور كامل داروا بحال شي تقديم. هذا الكونترا جديد مع البي اس جي فيه 3 سنين، عامين فيكس ضروري تدوزهم اي من 2022 حتى 2024 العام الجاي، وعام واحد كيتجدد الى مبابي بغى، اي مفروض عليه يبقى حتى 2024 ضروري، ولا بغى هو يزيد حتى 2025. ولكن النادي ما بينش هادشي، قال ديريكتومو انا مبابي سينا 3 سنين، ما بينوش ان العام الاخير كان اوبسيونيل. الكونترا تسنى في ميدي 2022 مورا ما صحف منهم ذا جواردين بارطاجاو دي ديتاي على الكونترا اللي كانوا كيقولوا انه كان كيتقدر ب 250 مليون اورو تعطى لمبابي على 3 سنين ديال الكونترا. بزاف الناس قالوا انا مبابي فضل الفلوس على الليجاسي وعلى انه يماركي سميتو بالتاريخ، حيت كومش الريال كان عنده حظوظ اكبر باش يفوز باكبر الجوائز، وكلشي كان كيترقب ان الكاري ديال مبابي تبدا في الديكلان مورا هاد السينياتور ديال الكونترا جديد، وان الريال بما انه خدلها ما تعاودش تشوف فيه. ولكن الناس ما كانوش عارفين ان هاد الكونترا اللي قالته ذا جواردين بزاف الصحف ماشي هو الحقيقي. الكونترا الحقيقي غيتسرف في اكتوبر من 2022 وغيصدم العالم كامل باللي ديك 250 مليون على 3 سنين مساويه والو مقارنه ب 630 مليون اللي كاينه في الكونترا الحقيقي. اجيو نشوفوا العقد الحقيقي باش تفهم. ما بين 24 و 25 اكتوبر ديال 2022 الصحف العالميه بدات كتدوي على هذا الكونترا ديال مبابي مع بي اس جي الحقيقي اللي فيه 630 مليون اورو على 3 سنين، اللي هي 210 مليون ديال الاورو كل عام. مع العلم واسمعوا مزيان ان البودجي ديال بي اس جي ديال العام كامل فيه 840 مليون، يعني 25% ديال البودجي ديال بي اس جي كياخذوا مبابي، 77 مليون كياخذها كسالير فيكس و 133 مليون كياخذها كبريم كل عام، فيها بريم دو سينياتور وبريم دو فيديليتي. يعني مبابي اللي مشى تكمل عام اخر مع البي اس جي غياخذ 77 مليون ديال العام ديالو و 133 مليون بريم، يعني غياخذ 210 مليون تقريبا. تخيلوا شحال وكيلعب فريق اوروبي في دوري الابطال ماشي في السعوديه ولا في الصين ولا في امريكا. رغم هادشي كامل تقارير كثيره كتشير ان مبابي ندم مورا ما سينا هاد العقد وبلي المشروع الباريسي ما بقاش كيغريه. هادشي اللي كان واضح في طريقه اللعب ديالو، فراه مبابي ديال المنتخب الفرنسي ما عنده حتى شي علاقه بمبابي ديال بي اس جي. تغيير الاجواء ما غيكونش سهل بالنسبه لكيليان، اي ان الذهاب ديالو لمدريد حاليا صعيب حيت مورا مخوا بهم في 2022 كيف ما قلت، بحال قلتو الريال دورات وجهه ما بقاتش باغيه، والطريقه اللي كيشوفها بيريز ملائمه باش يسمحوا ليه بداك الغلط اللي دار هو يجي فابور ما يخسروش عليه فلوس، اي العام الجاي ويجي مرحبا به فابور، الريال ما تخسرش عليه بل تربح فيه. امام هادشي كامل والصداع اللي ناض ما بين مبابي والخليفي والاداره شداته بي اس جي وحطاته في سوق الانتقالات، ما خلاتوش يمشي لليابان، حيتاش مبابي مصر على انه ما يسينيش داك العام اوبسيونيل، وحط البي اس جي امام خطر كبير، اما يبيعوا هذا العام وشوف شكون غيشري من عندهم حيت هو ما باغيش يتباع، ولا العام الجاي غيمشي لهم فابور، بينما هما شوفوا شحال انفيستاو فيه، داكشي اللي دفعهم لدرجة انهم يهددوه، انه ولا دار هادشي العام الجاي ما غيلعبوه حتى دقيقة يخلوه عاجالس، ولكن امام هادشي غيجي واحد الاوفر اللي غيرضي الاطراف بربعة، اي مبابي، ريال، الهلال والبي اس جي اللي هو العرض ديال الهلال اللي تقدم له 24 جويلية، اللي قالوا غيشريوه من عند البي اس جي ب 300 مليون اورو، وغيعطيو لمبابي 700 مليون اورو لموسم واحد، يلعب مع 9 اشهر، يعني بي اس جي غتاخذ فيه فلوس وتبيعو، غيلعب عام واحد مع الهلال، وغيمشي الريال فابور العام الجاي. إلا لاحظتوا الهلال هي الفرقة اللي بروبوزات على ميسي مليار ونص باش يلعب معاهم جوج مواسم، راه نفس الصفقة جاو عطاو لمبابي لموسم واحد، قسموها، عطاو 700 مليون، وبما أن ميسي ديجا مشى لميريكان، ديك المليار ونص اللي كانت انفيستا في ميسي شدو قسمو انفيستاو في مبابي. كيف ما قلنا هاد الديل بمثابة الديل رابح للأطراف بربعة، حيت أنا مبابي هو واحد من ألمع وأنجح النجوم أوروبا كاملة. يعني صفقه رابحه للدوري السعودي والهلال. باي ذا واي راه حنا فيديو البارح على كاس العرب في الهلال طاحت مع الوداد، تخيل مع مبابي لعب ضد الوداد. هذا البروبوزل الكبير خلق جدل واسع وكبار نجوم العالم رياكتاو عليه، خاصه في منصه تويتر. في نيوز اند بولت العداء علق على الخبر وقال I'm ready to unretire for this one year salary، اي انه مستعد يخرج من التقاعد ديالو باش ياخذ هذا الصالير لعام واحد. مات هاملز لعاب اللي لعب في دورتموند بارطاجا واحد الفيديو ديالو في الكيتاكلي على مبابي وقال equal pay for the guys tackling and getting tackled، بمعنى خلصوا نفس المبلغ على الناس اللي كيتاكليو واللي كيتاكل عليهم. واخيرا وليس اخيرا راه مشات فايرال هذه اللاعب ديال ميلواكي باكيتس والحائز على جائزه ان بي اي ام في بي مرتين جيانيس انتيتو كومبو قال الهلال يو كان تيك مي اي لوك لايك كيليان مبابي ريتويت مبابي. هو باي ذا واي يعني واحد العرض اللي ماشي عامغري، باي ذا واي راه فريش مونتانا حط بوست مع مبابي فين قال ليه ايه سير للدوري المغربي ادويت معاك. بي اس جي ديجا صادقات على الترونسفير باغاه بقات على الموافقه ديال مبابي. حاليا الممثلين ديال نادي الهلال السعودي كاينين في باريس كيحاولوا يقنعوا اللاعب، يعني حنا على بعد ايام باش نعرفوا الجواب.
ولكن يمكن مبابي يرفض ويتباع هاد العام الريال، حيتاش كاينه مخاطره بدهم مبابي للدوري السعودي واخا غيضمن الفيتور ديالو كامل ماديا، حيت يقدر يطيح ليه النيفو فرق كتلعب في الليغا ماشي كتلعب في الدوري السعودي، والريال تقدر ما تبغيش من الدوري السعودي العام الجاي. انا كنتمنى ان الريال تشري هاد العام من البي اس جي بيسكو مبابي باغي والبي اس جي باغا تبيعو، خاصها الريال تانفيستي وتشري بديك 160 180 مليون تانفيستي في شحال هادي ما شريت شي لاعب غالي، او يكون شي تعاقد في اخر ايام الميركاتو تيتفاهموا مزيان يهنيونا من هاد المسلسل، حيت راكم عارفين مبابي حتى هو باغي يدي بالون دور ولا مشى للسعوديه قبل ما يحلم بها، بعدا فداك الموسم غير ضيع موسم. صوف نظرك واش مبابي في الاخر غيمشي للريال ولا غيمشي للهلال ولا غيبقى في البي اس جي؟ خليوا لي في الكومنتس الايام الجايه غنعرفوا الجواب. وما تنساوش تابوناو لي وصلت لهنايا، شوف لتحت واش باقي ما دايراش، احتفلوا اليوم بها. سو هذا ما كان في الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم وفهمتوا اللي هي اهم حاجه. معكم فاروق لايف ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا دونيا، ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا فحالنا تزاد في كينيا.